وبعد انتهاء القداس خرجت الراهبات من الكنيسة. لكن أين إيميلدا؟ لابد أنها في الكنيسة، أحياناً تبقى هناك لمدة أطول. وحين عادت الراهبات لإحضار إيميلدا فوجئنا جميعاً بمنظر مذهل جداً. كانت الكنيسة مليئة بنور ساطع جداً. ما هذا؟ من أين كل هذا النور؟ أمنا الموقرة، انظري! فوجئت الراهبات جداً عندما رأينا ما كان يطير في الهواء أمام إيميلدا. القربان الأقدس! وسريعاً امتلأت الكنيسة بالراهبات الأخريات، وذهبت إحداهن لإحضار الكاهن على الفور.